قد يكون حلمك شراء طائرة أو قصر أو يخت وتسعى لتحقيق هذا، لكن بعض المشاهير وصلت أحلامهم لشراء جزيرة وحققوا بالفعل هذا الحلم الذي من الممكن أن تراه مستحيلاً. إليك في حلقة اليوم من توب 10 المشاهير، مشاهير يمتلكون جزراً خلابة. وقع النجم العالمي جوني ديب في غرام جزيرة ليتل هالز بوند كاي، وهي تعتبر جزءاً من جزيرة البهاما اشتراها جوني ديب عندما كان يصور أحد أفلامه في الجزيرة بسعر 3.6 مليون دولار في عام 2004. وتحتوي الجزيرة على 6 شواطئ أطلق على بعضها أسماء أفراد عائلته. يعتبر النجم نيكولاس كيج من ضمن أشهر ملاك الجزر، ويمتلك جزيرة ضمن مجموعة جزر البهاما التي يصل عددها إلى 360 جزيرة، وتقع بالقرب من الولايات المتحدة الأمريكية وهي جزيرة أكسوما. وتتميز الجزيرة بطبيعة ساحرة خلابة بالإضافة إلى قربها من جزر خاصة أخرى يمتلكها مشاهير. وتكلفت الجزيرة مبلغ 10 ملايين دولار أمريكي، وتصل مساحتها إلى 16,000 متر. في عام 2011 تعاونت المغنية العالمية شاكيرا مع المغني روجر ووترز والمغني الإسباني أليخاندرو سانز لشراء جزيرة في جزر البهاما، وهي جزيرة بونتس كاي والتي يبلغ سعرها 13 مليون دولار. وكان تخطيط شاكيرا وأصدقائها تحويل الجزيرة التي تبلغ مساحتها 500 فدان إلى منتجع بيئي خال من الكربون، وهي مصممة خصيصاً لجذب الموسيقيين والفنانين الأثرياء. اشترى الممثل والمخرج العالمي ميل جيبسون جزيرة ماغو للهروب من تدخلات الصحافة في حياته الشخصية، ويذكر أنه اشترى الجزيرة التي تقع ضمن مجموعة جزر لاو في فيجي عام 2005 بسعر 9 ملايين دولار، وتبلغ مساحتها 500 فدان، وهي من أكبر الجزر الخاصة في جنوب المحيط الهادئ. ولا يخطط لتحويلها لمنتجع بيئي مثل شاكيرا، ولكنه حول بعضها لمزرعة ماشية. لعب النجم العالمي ليوناردو دي كابريو دور البطولة في العديد من الأفلام، فكون ثروة هائلة. قام بشراء جزيرة استوائية تصطف على جانبيها الشواطئ الرملية وأشجار النخيل في عام 2005، والتي تسمى بلاكادور كاي. تقع قبيل ساحل إبليس مقابل $1.75 مليون، ومنذ ذلك الحين وهو مهتم بتحويلها إلى منتجع بيئي فاخر. وتمتلك سيلين ديون جزيرة إيل غانيون في مقاطعة كيبك الكندية، وتبلغ مساحتها 2230 متراً مربعا. ويقال إن الفنانة عرضت الجزيرة بكل ما يوجد فيها من أثاث وتحف فنية للبيع ب $25 مليون، وباعتها عام 2016 بمبلغ لم تكشف عنه.